أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة لي بالأحرار وأبرز عناوينها. في جلسته حول ليبيا، مجلس الأمن يشدد على الانتخابات في موعدها ويطالب الأطراف بإيجاد أساس دستوري لها. العفو الدولية تتحدث عن انتهاكات في مراكز المهاجرين في ليبيا، ودبيبة يطالب بمعالجة الأزمة من دول الوسطى. مع ارتفاع الإصابات بكورونا، مركز الوطني يقول إن عدد المطعمين يقترب من نصف مليون شخص. أكد البيان الختامي لجلسة مجلس الأمن حول ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي. ورحب المجلس في بيانه بإدراج ليبيا كعضو في لجنة المتابعة الدولية في ليبيا، مؤكدا دعمه للمجلس الرئاسي والحكومة المؤقتين حتى الوصول إلى انتخابات ديسمبر. وشدد البيان الختامي على ضرورة امتثال الدول الأعضاء لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا واحترام وقف إطلاق النار والعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير. ودعا البيان السلطات الليبية لاتخاذ كافة الإجراءات للوصول إلى أساس دستوري للانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لن يقف مكتوف اليدين أمام العراقيل المحتملة في ليبيا. دون جديد، انقضت جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول ليبيا التي ترأسها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجلسة التي عقدت على المستوى الوزاري وحضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، انطلقت بإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوبيتش الذي دعا الأطراف الليبية إلى نبذ خلافاتهم ووضع مقترح لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في موعدها. كوبيتش حذر في إحاطته من عودة شبح الحرب إلى ليبيا بسبب تعثر الحوار وسيطرة الانقسامات والمصالح الشخصية على المشهد الحالي حسب وصفه. المبعوث الأممي أحاط المنظومة الدولية في الشق العسكري أيضا، حيث حذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم يحدث تقدم في العملية السياسية، قائلا إن تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية يمكن أن يفسح المجال للمجموعات الإرهابية والمتطرفة لزيادة نشاطاتها في ليبيا. جان إيف لودريان الذي ترأس الجلسة وصف في كلمته الجدول الزمني لخارطة الطريق المتفق عليه في جنيف بأنه حجر الزاوية للعملية السياسية في ليبيا، مشددا على أن لا تنازل عن موعد 24 ديسمبر للانتخابات في ليبيا. وفيما يخص ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، شدد لودريان على ضرورة خروجهم من ليبيا معتبرا وجودهم خرقا لقرارات مجلس الأمن وللسيادة الليبية في ذات الوقت. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحبيب دبيبة أكد من جهته أن إجراء الانتخابات في موعدها يعد خيارا وطنيا واستحقاقا تاريخيا لحكومته، وطالب المنظومة الدولية بدعم بلاده لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا رفض حكومته وجود المرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية وضرورة انسحابهم بشكل فوري ومتزامن. وكما كان متوقعا، لم يصدر أي قرار عن مجلس الأمن في هذه الجلسة، واكتفى المجلس ببيان ختامي ركز فيه على الحث على إجراء الانتخابات في موعدها حسب خارطة الطريق والتأكيد على جميع الدول الأعضاء بالامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل السياسي وليد ارتيما، أهلا بك معنا. كيف تابعت جلسة مجلس الأمن حول ليبيا؟ أحييك مازن أعزم وأحيي كل المشاهدين قناة ليبيا الأحرار. بداية، الجلسة لها خصوصية وهي خصوصية التنسيق التي ظهر فيها التنسيق الفرنسي الأمريكي لإجراء هذه الجلسة. كما يعلم الجميع بأن هذه الجلسة هي جلسة إحاطة دورية عادية جدا، ولكن أصرت الدبلوماسية الفرنسية أن تكون جلسة على مستوى الوزاري يحضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية. ومن هنا نستطيع أن نستشف سياسيا بأن هناك إصرار أوروبي وأمريكي على الدفع بخارطة الطريق إلى الأمام والدفع
بهذه المرحلة السياسية التي يبدو أنها تعثرت بعد اجتماع لجنة الحوار الأخير. ما حصل في الجلسة آزم وأبرز شيئين في تقديري هما الزاوية السياسية والزاوية العسكرية. الزاوية السياسية ظهرت تمسك المنتظم الدولي هنا إن صح التعبير بخارطة الطريق وأيضا بإجراء الانتخابات في موعدها، بل وأن جان إيف لودريان ألمح حتى بأن قد يتحرك المجتمع الدولي منفردا من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر. والشق العسكري وهو شق المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ولأول مرة صرح الجميع بأن ما يجري على الأرض أصبح هشا، بمعنى أن وقف إطلاق النار أصبح مهدد، تأخر تعيين وزير للدفاع، تأخر توحيد المؤسسة العسكرية أصبح، وهذا ظهر جليا في كلام كوبش، بأن هذا قد يهدد حالة الاستقرار الذي وصفه بالهش. فبالتالي هناك تركيز عسكري وتركيز سياسي، وتجلى حتى في البيان الختامي، بل ذهب البيان الختامي إلى أبعد من هذا، إلى التذكير بأن ليبيا ما زالت تحت حظر تصدير الأسلحة. طيب، وجود دبيبة هنا كيف يمكن أن يقرأ في ظل الضغط على حكومته للوصول إلى الانتخابات؟ نعم، وجود دبيبة يبدو أنه كان مهم جدا للمجتمع الدولي، وأيضا حتى مهم حتى لحكومة الوحدة الوطنية. اليوم لاحظنا في كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية هناك نوع من التماهي، أو هناك نوع من الانسجام مع خطاب المجتمع الدولي. اليوم خطاب دبيبة ابتعد حتى قليلا عن التصورات الإقليمية الأخرى، سواء كانت للدول الجارة أو الدول المنخرطة في الأزمة الليبية. فبالتالي اليوم وجود دبيبة كان مهم لكي يعلن أمام المجتمع الدولي صريحا بأنه يدعم عملية الانتخابات، يشرح بأنه مع أن حكومته قامت بما عليها من أجل إنجاز الاستحقاق في 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 موعده، وأيضا الحكومة محتاجة إلى هذا الوجود حتى لتجديد شرعيتها ووجودها كشريك للمجتمع الدولي للمضي قدما بالعملية السياسية الليبية إلى الأمام. فبالتالي هو وجود كانت تحتاجه حكومة الوحدة الوطنية، ويحتاجه أيضا خاصة هنا أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. طيب وليد، الحديث عن حظر السلاح في ليبيا، التذكير بالأحرى في هذه النقطة وفي هذا التوقيت، ألا يشير لربما، أو حتى دعنا نقول وكأنه لربما تحضير لحرب جديدة لا قدر الله؟ نعم، هي نقطة في غاية الأهمية. الحقيقة ليست المرة الأولى التي يصر عليها أو تصر عليها المؤسسات الدولية وتذكر بها في كل مرة، ولكن يعني وجودها هذه المرة مع، لو وضعناها في تسلسل مع وجود التذكير بخطورة عدم تسمية وزير دفاع، التذكير بخطورة عدم فتح الطريق الساحلي، التذكير بخطورة بعدم توحيد المؤسسة العسكرية، لو وضعنا كل هذه النقاط يبدو وكأن المجتمع الدولي لا يزال يخشى من عودة النزاع، مع أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كلمته بأنه لا عودة للحرب، ولكن يبدو أن هناك هواجس دولية بأن هناك من يتحضر أو على الأقل يتحضر للردع. لا يعني لا أريد أن أذهب بعيدا في عملية الحرب، ولكن على الأقل هناك من يتعسكر فعلا، وهنا خاصة بالنظر إلى المجهود الروسي وطائرات طيران الشام التي لم تتوقف على فاغنر في القرطبية وفي الجفرة، يبدو أن هناك حالة نوع من مازال تدفق السلاح لفاغنر والمقاتلين أيضا. أيضا نقطة مهمة آزم، وهو تذكير لودريان بالمقترح الفرنسي لخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وهو البداية بخروج المقاتلين السوريين. الخارطة التي أو التصور الذي وضعته فرنسا في برلين 2، أيضا يبدو أن الخارجية الفرنسية والدبلوماسية الفرنسية لا تزال تتمسك به. في المجمل آزم، الجلسة مهمة، صحيح لم يصدر قرار، ولكنها جلسة مهمة جدا وتسعى إلى الدفع بالعملية السياسية الليبية إلى الأمام. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي وليد رتيمة.
ذكرت البعثة الأممية في ليبيا أنه قد تم تشكيل لجنة من قبل أعضاء ملتقى الحوار في ختام الاجتماع الأخير للملتقى لتسوية الخلافات وبناء مسودة للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة. أوضحت البعثة في منشور لها أنها ستعقد اجتماعا افتراضيا للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار يركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تتماشى وخارطة الطريق في ليبيا. وأوضحت البعثة أن مخرجات اجتماع اللجنة سوف تعرض على الجلسة العامة لملتقى الحوار للنظر فيها. أكد الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري رفضهم ما سماه بالطرح الانتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى اتفاقات معها لم يقرها مجلس النواب في طبرق. وشدد المسماري خلال مؤتمر صحفي بشأن انعقاد قمة مجلس الأمن حول ليبيا الخميس، شدد على تمسكهم بعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ودعم خطواتهم في إخراج كافة المرتزقة من البلاد، مؤكدا تمسكهم بخيار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وخلاياه خاصة في مناطق الجنوب الغربي وفق قوله. كما طالب المسماري المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بالالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، داعيا المجتمعين بمجلس الأمن لوضع رواية واضحة أو رؤية واضحة تفرض نزاهة الانتخابات القادمة وفق تعبيره. قال عضو مجلس النواب صالح قلمة إن مقترح قانون الانتخابات الذي أحالته مفوضية الانتخابات للمجلس لم يكن مسربا، وإنما جاء بتواصل وتنسيق مع المفوضية في إطار العمل المشترك للاستعداد للانتخابات نهاية العام. من جهته اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري هذا الإجراء مخالفا للاتفاق السياسي وفق مادته 23 وغير قانوني، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد قانوني الاستفتاء والانتخابات وما يتعلق بهما من قوانين. نبقى مع الملف الانتخابات، حيث كشف عدد من مهاجري بنغازي والمنطقة الشرقية عن تلاعب طال عملية التسجيل في العملية الانتخابية باستخدام أرقامهم الوطنية. أوضح عدد من المهاجرين أن عملية اكتشاف التلاعب جرت عندما أرادوا التسجيل في العملية الانتخابية عبر إرسال الأرقام الوطنية لبعض المهاجرين الذين بلغوا 18 حديثا، ليكتشفوا أنها مسجلة بأسماء غيرهم في مراكز انتخابية في بنغازي. وناشد المهاجرون في تسجيلات صوتية للمفوضية العليا أو ناشدوا المفوضية العليا للانتخابات والجهات المختصة اتخاذ إجراءات تضمن عدم التلاعب والتزوير في العملية الانتخابية المقررة. قالت منظمة العفو الدولية أن المهاجرين المحتجزين بمراكز الاحتجاز في ليبيا يتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والانتهاكات، وصفتها بالمروعة. ومن جهة أخرى قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن إن الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير النظامية، مطالبا المجتمع الدولي بمعالجة أسباب الهجرة من المصدر كونها قضية إنسانية وليست مسؤولية ليبية فقط. في تقرير جديد كشفت عنه منظمة العفو الدولية يرصد أوضاع المهاجرين في ليبيا، أكدت أن المهاجرين المحتجزين بمراكز الاحتجاز يتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والانتهاكات وصفتها بالمروعة. المنظمة اتهمت السلطات الليبية بمكافأة من يشتبه في ارتكابهم جرائم بحق المهاجرين بمناصب في سلطة الدولة وبرتب أعلى، منددة بما سمتها المساعدة المشينة التي تقدمها أوروبا في القبض على هؤلاء المهاجرين، داعية إياها إلى وقف تعاونها مع ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود. التقرير تزامن مع جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الوضع في ليبيا، حيث وصف المبعوث الأممي يانكوفيتش وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا بالمزري للغاية،
كوبيتش دعا حكومة الوحدة الوطنية إلى تسهيل عمل المنظمات الإنسانية من أجل إجلاء وإعادة توطين المهاجرين، مشددا في الوقت ذاته على الدول الأوروبية أن تعي أن ليبيا ليست مرفأ آمنا لإعادة المهاجرين. وهناك على ما يبدو تحرك دولي متناسق، حيث أصدرت الأمم المتحدة والاتحادان الإفريقي والأوروبي الأربعاء بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها بشأن 6,000 من المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز من قبل السلطات الليبية وفق نص البيان. الجهات المذكورة قالت إن الاكتظاظ الشديد والنقص في المرافق المناسبة والخدمات الأساسية والإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان جعلت من ظروف المراكز غير مقبولة، مطالبة السلطات الليبية بإنهاء نظام الاحتجاز التعسفي القائم والتخفيف من الاكتظاظ من خلال الإفراج الفوري عن النساء والأطفال. وفي أول رد على هذه التصريحات قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن حكومة الوحدة تعمل على مواجهة الهجرة غير النظامية، ويجب معالجة أسباب الهجرة من المصدر كونها قضية إنسانية وليست مسؤولية ليبية فقط. وفي تطور خطير لقضية الهجرة قال أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة رصدت بعض الأطراف التي تحاول تحويل ليبيا من ممر للمهاجرين إلى موطن لهم، وهو ما يؤثر على ليبيا ودول الجوار. وبالرغم من التصريحات المتكررة من المجتمع الدولي فيما يخص قضية الهجرة غير النظامية منذ عدة سنوات، إلا إن عديد المراقبين شككوا في مصداقية هذه التصريحات أو أي تحركات حقيقية ناجعة قادرة على حل هذه الأزمة من جذورها. ينضم إلينا من جنيف عبر الهاتف رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي، أهلا بك معنا. إلى متى برأيك ستظل هذه الاتهامات حول تعذيب المهاجرين واستغلالهم في ليبيا برأيك؟ أهلا وسهلا أستاذ عزم، شكرا على الاستضافة. هي سوف تستمر هذه الاتهامات أو هذه الانتهاكات، هي ليس فقط انتهاكات أصلا، إلى أن نجد الحل الصحيح لهذه القضية. يعني لو تحدثنا على التقرير، وإن كان التقرير فصل في هذه الانتهاكات التي تحدث في ليبيا، ولكن عندما جاء إلى التوصيات شدد على التوصيات في ليبيا، ولكن ترك الجوانب الأخرى هي الدولية، لم يذكر فشل مفوضية اللاجئين في ليبيا، الفشل التام في حماية هؤلاء المهاجرين واللاجئين، وأيضا والآي أو إم أو، أيضا البعثة الأممية. هذه الجهات فشلت في عملها رغم من الموارد اللي هي متوفرت لها. أيضا التقرير تحدث على قضية خفر السواحل، للأسف خفر السواحل الليبي لم يعد يحمي الشواطئ الليبية أكثر من هو يحمي الشواطئ إيطاليا والاتحاد الأوروبي عامة، لذا الاتحاد الأوروبي سخي في إعطائه ما يعني المواد والمعونات المادية والأشياء التي والتدريب وهذه الأشياء، لأنه هو استفاد من وجود خفر السواحل. خفر السواحل العمليات التي يقوم بها ليست للإنقاذ، ولكن هي لعودة هؤلاء الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. فعدم ذكر هذا في التوصيات إلى الاتحاد الأوروبي أرى أنه هو التقرير كان مخل في هذه النقاط. القضية الليبية كما ذكر أيضا في أمام المجلس الأمن إن هي قضية ليست ليبيا فقط، قضية. طيب، ولكن يعني ما هدف هذه التقارير التي تأتي كل مرة وهذه الاتهامات التي تتكرر في ظل عدم وجود آلية حقيقية لمعالجة هذه الانتهاكات؟ الآلية لابد أن تكون شاملة للدول المصدر وإلى العبور زي ليبيا وتونس والمغرب، هذه المناطق كلها مناطق عبور، ولكن وضع ليبيا الحالي هو الذي سمح بهذه الأعداد أن تصل من خلال ليبيا.
والعبء الأكبر اللي هو مفروض أن تقوم به دول الاتحاد الأوروبي التي لديها الإمكانيات البشرية المادية بأن هي تستثمر في المواطن اللي هي الأصلية التي يأتي منها هؤلاء، يعني هؤلاء اللاجئين والمهاجرين من سوء الوضع سواء كان السياسي اللي هو يعني مثلا يكون مدعوم من دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا للديكتاتوريات اللي هي موجودة هناك، أو أيضا لقضية الاقتصادية التي يتم فيها النزيف لموارد هذه الدول من قبل نفس الدول مثل بلجيكا وإيطاليا وفرنسا. هذا هو يبقى العبء على هذا، إذا لم يتم استثمار في هذه المناطق وتوعية الناس اللي هي تحاول الوصول إلى ما تراه أن هي المناطق التي ممكن يكون واضحة أفضل، سوف يستمر هذا الوضع وهو نزيف للدول الإفريقية. معظم الشباب الأفارقة يحاولوا الوصول إلى مناطق أفضل حتى سيحدث نزيف لكتلة بشرية كبيرة جدا في أفريقيا. فالحل إن هو يكمن في الاستثمار في هذه المناطق التي تعاني من جراء سواء كان في القضية السياسية في الدكتاتوريات أو في الجانب الاقتصادي، وإلا الناس دائما هي تتحرك بما ترى أن ترحل إلى مناطق أفضل للعيش فيها. طيب، ولكن هذا بنهاية المطاف يعني لربما قدرات دول بحد ذاتها كالاتحاد الأوروبي أو غيره، ولكن كيف بإمكان الحكومة الحالية منع كل هذه الانتهاكات في سجونها التي إلى حد الآن فيما يبدو لا تديرها بنفسها؟ هي الأصل تسمى مراكز إيواء، وهي ليست مراكز إيواء، هي مراكز للأسف تجارة بشر. من خلال متابعتنا والحالات التي رصدت واللاجئين والمهاجرين التي التقينا بهم، هي للأسف مناطق تجارة بشر وليست إيواء. فالأفضل أن هو يتم إلغاء هذه المراكز، لأن أنت حوالي 700 ألف بين لاجئين ومهاجرين موجودين فيه، وجزء اللي هو موجود في هذه المراكز لا يصل إلى 10,000 و15,000 شخص. فلماذا يعني تارك أنت القيمة العدد الكبير جدا والتركيز على هذه الأعداد؟ لأن هي للأسف تستخدم كتجارة بشر، وفي هذه المراكز يتم من خلالها بيع الناس من شخص من عصابة إلى عصابة، فهي عصابات عابرة للحدود ما بين دول الاتحاد الأوروبي، مثلا في إيطاليا وفي ليبيا الآن وفي دول المصدر. هي شبكة تامة، يعني مش مثلا منقطعة. للأسف دحنا نصيب أن هذه كما ذكر في التقرير أن يتم إلغاء هذه المراكز وإيجاد حلول أخرى لحماية الحدود، لحلول أخرى مع الدول نفسها التي هي المصدر، كيف يتم التعاون معها. هذه الأشياء، أما فقط حصر المراكز الإيواء في أعداد معينة وخاصة ما بين الأطفال والنساء تعرضا إلى انتهاكات، نعم، تصل إلى اغتصاب وتصل إلى تعذيب وتصل إلى يعني قتل وحالات كثيرة جدا للأسف، يعني يخجل الواحد أن يتحدث عليها. رئيس منظمة تضامن حقوق الإنسان جمال عمامي، شكرا جزيلا لك. قالت هيئة البحث والتعرف على المفقودين إن إدارة المختبرات بالهيئة توصلت إلى نتائج المطابقة ل21 حالة ممن عثر عليهم في المقابر الجماعية تم التعرف على هويتها. وأكدت الهيئة في منشور لها الخميس أنها أحالت النتائج إلى مكتب النائب العام والنيابات المختصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستصدر بيانا تفصيليا بعدد الحالات المتعرف عليها خلال الفترة الماضية.
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2555 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة و372 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية. وبين المركز في نشاطه اليومية أن نسبة الإصابات في الإحصائية الأخيرة بلغت نحو 34% من إجمالي 7463 عينة تسلمها من المختبرات التابعة له في مناطق ليبيا، مشيرا إلى أن إجمالي المطعمين بلغ أكثر من 445 ألف شخص. لليوم الخامس على التوالي يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكثر من 2500 إصابة يومية بنسبة تزيد عن 34% من إجمالي العينات المفحوصة. وبحسب الأحصائية الأخيرة للمركز فقد سجلت طرابلس وحدها نحو 1000 إصابة، فيما رصدت 600 حالة مخالطة في مصراتة وأكثر من 130 أخرى في زليطن. ورغم ارتفاع الإصابات بالفيروس بشكل مهول خلال الأيام الماضية، إلا أن مدير إدارة الخدمات الصحية رضا شعوتة قال أن الوضع لا يزال جيدا مقارنة بدول الجوار، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية خلال المرحلة القادمة وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك. في المقابل وصل إجمالي المطعمين داخل البلاد إلى أكثر من 445 ألف شخص، 200 ألف منهم في طرابلس، كما أعلنت وزارة الصحة استمرار حملة التطعيم بطريقة جديدة تمثل في الوصول إلى المستهدفين داخل منازلهم واستثناء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ضرورة التسجيل في المنظومة وترك الخيار لهم بأخذ اللقاح في أي وقت يشاءون. أما فيما يخص التعليم فقد رجح وزير التربية والتعليم موسى المقريف إمكانية إيقاف الدراسة في حال تردي الوضع الوبائي بالفيروس بحسب توصية اللجنة الاستشارية بعد توحيد إتمام التعليم الأساسي في جميع أنحاء البلاد. إذن إجراءات وقائية وتحصينية تحاول الجهات الطبية اتخاذها في ظل عدم الالتزام الرسمي والشعبي بالاحتياطات، والسؤال هنا هل ستكون هذه الإجراءات كافية للحد من انتشار الفيروس أم أن تفشيه سيزداد حدة خلال الأيام القليلة القادمة؟ قال مدير إدارة الخدمة الصحية رضا شعوتة إن المؤشرات الموجودة على الأرض للوضع الوبائي تعتبر جيدة حتى الآن مقارنة بدول الجوار. وأكد شعوتة للأحرار استمرار حملة التطعيم بشكل جيد أو بشكل جديد عبر التطعيم في المنازل واستثناء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من ضرورة التسجيل في منظومة التطعيم وترك الخيار لهم للتطعيم في أي لحظة. وأوضح شعوتة أن عدد التطعيمات الممنوحة في طرابلس وحدها قد وصل إلى ما يقارب 200 ألف جرعة، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات الوزارة خلال الأيام القادمة وخاصة في عيد الأضحى المبارك. ينضم إلينا من طرابلس عبر الهاتف المنسق الوطني تطعيمات ضد فيروس كورونا أحمد القراري. سيد القراري، كيف هو الوضع الآن بعد أن بدأتم بتطعيمات من جديد وإلى متى ستستمر؟ دل على شيء على زيادة الوعي بأهمية التطعيم، وهو الانبساط بإذن الله وأمر الله هو الموقف للحياة في هذه الجائحة إن شاء الله. طيب، يعني هذه التطعيمات التي بدأتم بها، إلى هل هناك يعني تاريخ محدد أم حتى تنتهي الكميات؟ هو بالنسبة لموضوع الحملات اللي أو الحملة هذه اللي حدثت في المدن اللي فيها انتشار جديد في فيروس كورونا، هذه أدت بالمناشدات والنداء واجتماعات طارئة لإدارة المركز الوطني، حيث آلت الأمور إلى أن تتم حملة سريعة يعني 3-4 أيام في كل مدينة إلى حين توفر بس الكميات من التطعيم.
وان شاء الله بعد عيد الاضحى المبارك مع توفر الزراعات ان شاء الله القادمه يوم السبت وغيرها حتكون في حملات اوسع في باقي المدن باذن الله. طيب هذه الطريقه الجديده وهي تطعيم في الشوارع، هل يمكن ان تنطلق الى مدن اخرى في الداخل مثلا؟ طبعا باذن الله، على حسب طبعا في البدايه على حسب كميه التطعيم اللي توصل وعلى حسب الوضع الوبائي في كل مدينه خاصه. بالنسبه للتوزيع تطعيم يتوزع لكل المدن الليبيه بدون استثناء، اضافه للموضوع الحمله هذه الاستثنائيه. بالنسبه لموضوع التطعيم هذا اللي احنا نسمي فيه الماس فاكسينيشن، هذا ما هوش حاجه جديده، العالم كله يتكلم فيه، يعني يديروا في الكامب كبيره هذه التجمعات كبيره ويدري طعمه في الناس باعداد كبيره، يعني توصل مثلا ل 10 او 20 ستيشن محطه تطعيم في نفس النقطه، ربحا للوقت وطبعا زياده للصرف او من عاليه التطعيمات اللي اثبتت في العالم كله ان هي لها دور كبير في الحد من شده المرض. طيب متى سيتم استلام كميات جديده من الاطعم؟ والله اخذ تصريحات واخذ الاخبار ان شاء الله يوم السبت في كميه حوالي 500,000 جرعه ان شاء الله تكمل، حيث نتاكد منها ان شاء الله يوم السبت. طور وصولها ان شاء الله حيكون جرعات سريعه مع نهايه عطله عيد الاضحى، حنبدا ان شاء الله في جولة جديدة. نعم، المنسق الوطني لتطعيمات أحمد الجرالي، شكرا جزيلا لك. قرر مركز العزل بمدينة بن وليد فتح أبوابه خلال الفترة القادمة لإيواء مرضى الإصابة بالفيروس بحضور عدد من الأطباء العاملين في مدن طرابلس وزليتن والخمس. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المركز في بن وليد ضم مدير المركز وعضو المجلس البلدي مبروك ضو، التي أكدت استعداد المركز لفتح أبوابه خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور عدد من الأطباء والموظفين بالمركز للوقوف على سير العمل وآخر التجهيزات قبل موعد افتتاحه. نحن اليوم في مستشفى العزل لتجهيز مستشفى العزل لإيواء المرضى داخل مدينة بن وليد والمدن المجاورة لنا مزدة ونسمة وترهونة. نحن تو نستعد لتجهيز المستشفى وإن شاء الله عن قريب يتم افتتاح مستشفى العزل داخل مدينة بن وليد لاستقبال الحالات المرضية بجائحة كورونا. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية أن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة ستكون عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى في جميع المؤسسات والهيئات العامة. هذا واستثنى القرار الذي أصدره رئيس الحكومة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل العمل خلال أيام العطلة وفق القوانين السارية. أكد مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية علي البوسيفي أن المصرف المركزي قام بتحويل القيمة المقترحة من الوزارة لدفع منحة الأولاد عن شهر إبريل ومايو ويونيو والمقدرة بثمانين مليون دينار. وأوضح البوسيفي في تصريح للأحرار الأربعاء أن هذه المنحة مخصصة لمن لم يتجاوز 18 عاما وفق القانون، مؤكدا أن مشروع المنحة سيشرع في تسهيل المبالغ للمصارف التجارية الخميس. أضاف البوسيفي أن منحة الزوجة والأولاد فوق سن 18 عاما ما زالت قيد العمل بحسب تعبيره. ومع قرب عيد الأضحى المبارك اختفت الطوابير الطويلة للمواطنين أمام فروع مصرف الجمهورية في العاصمة طرابلس، حيث يقدم المصرف فرع غرب طرابلس خدماته في أجواء مريحة على عكس الفترات السابقة بشهادة المواطنين. نتابع المزيد في التقرير التالي. قبيل عيد الأضحى المبارك يتوجه المواطنون كالعادة إلى المصارف لسحب بعض مدخراتهم استعدادا للمناسبة. مصرف الجمهورية بفروعه المنتشرة في ربوع البلاد
يمر بوفرة مالية ملاحظة منذ فترة انعكست على عملية السحب اليومي. نقدموا لهم في أفضل الخدمات إن شاء الله على خير، يعني مرتبات المشوفة أول بأول، ونستقبلوا في الزبائن بسحب مرتباتهم أول بأول، وكل يوم ويومه يعني سقف السحب نسحبه من عند 2000 دينار داخل الفرع طبعا، لعند 5 وعند 10,000 دينار. اختفت طوابير السيولة مقارنة بالأعوام السابقة، وعبر المواطنون عن ارتياحهم وتفاؤلهم من سير الخدمات، آملين الاستمرار بوتيرة أفضل. ما شاء الله متوفر السيولة، والموظفين قائمين بالواجب في العيد في المناسبة ما شاء الله، ونزلنا زوز مرتبات الله يبارك في العيد هذا، وماشي الأمور الحمد لله، ما فيش أي مشاكل في المصرف هذا. ممكن لا 3 شهور 4 شهور ما فيش ازدحام، وكل اليوم ممكن في ازدحام شوية، باقي ما فيش، جي توقف تأخذ فلوس وتمشي إن شاء الله، والحمد لله الأمور متيسرة. نحو 700 مليون دينار قيمة الأموال التي وفرها مصرف الجمهورية لزبائنه في الشهرين الماضيين، وتبلغ أقل قيمة للسحب 2000 دينار للحساب الواحد. تحسن ملاحظ في خدمات مصرف الجمهورية في مسألة توفر السيولة النقدية، على أمل أن تتحسن في باقي المصارف الأخرى مستقبلا، لتطوى صفحة سوداء عانى منها المواطن الليبي كثيرا. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. يقبل المواطنون على اقتناء الأواني الفخارية قبل عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي جعلها مهنة تفتح فرص عمل لبعض الشباب بطرابلس، ويقبل بعضهم من خارجها لعرض بضاعته. نتابع المزيد في التقرير التالي. ما إن يقترب موعد عيد الأضحى المبارك حتى يبدأ المربون والتجار بعرض مواشيهم من خلال انتشار خيم حظائر بيع الأغنام بأحياء وشوارع العاصمة. هذا العام اختلف الأمر عن السنوات السابقة بعد قرار بلدية طرابلس المركز بتخصيص فضاء سوق الثلاثاء سابقا للمربين والتجار كموقع من أجل بيع أغنامهم. نشكر في الفكرة هذه جيدة جدا على السنوات اللي ماضن، لأن السنوات اللي فاتن كانوا يديروا في خصصوا في مناطق في أحياء في طرق في في من ناحية المواصلات مسببا عرقلة في الحي في قصدي حتى طرق النظافة والواحد، لكن دول خصص مكان واحد اللي هي حكام مربيين إحنا أفضل لنا بأكثر، وللناس حتى للناس المواطنين أفضل يعني. قرار بلدية طرابلس جاء للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة للمواطن بمنع بناء حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية. تجميع جيد تمام، ولكن في المشكلة اللي الآن صايرة والأزمة متاع كورونا التجمع خطأ إلى حد ما، ولكن للتاجر في نفسه أنه لما يكون والله اللي محاذيها تجار نفسه شوي من الطمأنينة في أنفسهم، والأسعار تكون تنافسية شوية أريح للمواطن، لكن لما يكون العرض متشتت أصلح إلى الوباء اللي احنا فيه الآن، وإن شاء الله ربك يرفع الوباء على هذه البلاد، وفي نفس الوقت لما يكون العرض متشتت كل شخص بيسير بشغل ما فيش تنافس. فمات مع انتشار خيام بيع الأغنام يبدأ المواطن رحلة البحث عن الأضحية، وهي رحلة تقترن بتوفر السيولة النقدية وتباين الأسعار. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، طرابلس. إذن مشاهدينا نعتذر لهذا الخلل الفني، حيث هذا التقرير يعود إلى تحديد بلدية طرابلس مكان لعرض مواطنين طرابلس مواشيهم في سوق الثلاثاء. وبالتالي إذن يقبل المواطنون على اقتناء الأواني الفخارية قبل عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي جعلها مهنة تفتح فرص عمل لبعض الشباب بطرابلس، ويقبل بعضهم من خارجها لعرض بضاعته. نتابع. مع قرب عيد الأضحى المبارك يشرع المواطن في تجهيز مستلزمات العيد، فإلى جانب شراء الأضحية وجحد السكاكين تأتي الأواني الفخارية ضمن أهم المستلزمات التي يأتي شراؤها وتجهيزها قبل العيد. الأواني الفخارية أفضل من أواني الأخرى من ناحية الصحة كيف، والطبخ فيها جيد وطعام فيها لذيذ، وفي نفس الوقت الناس يستبعدوا الحاجات الثانية اللي تتفاعل مع الأطعمة مع الألمونيوم مع الحاجات هذه، عشان الناس دي تسعى للحاجات الفخارية حاجات القديمة إن فيها
أو نوقفها حاجة كويسة. أحمد شاب من مدينة غريان يفرش بضاعته هنا في طرابلس قبل أيام من العيد، فإمكانية الطهي في هذا النوع من الأواني على الجمر مباشرة والطعم المميز الذي تكسبه للطعام تجعلان إقبال المواطنين عليها بشكل كبير. طرابلس كثافة سكانية أكثر، في الإقبال على الشراء أكيد حيكون أكثر، فلهذا اتجهنا لطرابلس ودرنا بضاعة، درنا جو نفس نظام غريان هنا، ولقينا إقبال عليها بشوية بشوية، بدأنا نستمر بشوية بشوية نكبروا فيها، لقينا إقبال على الشراء بعد، وفي نفس الوقت صحية، الأواني الفخارية صحية، في جرات الماء في الصيف أكثر حاجة، توا في بمناسبة عيد الأضحى جرة البورديم يستعملوا فيها أكثر حاجة. صناعة الفخار والخزفيات كانت متأصلة في أجداد أحمد وأقاربه وجيرانه، ولكن اندثار هذه الصناعة وندرتها في الأونة الأخيرة جعلت البضاعة التونسية والتركية هي الأكثر في الأسواق بالرغم من غلاء أسعارها مقارنة بالصناعة الفخارية المحلية. بيع الأواني الفخارية على الأرصفة والطرقات مشهد اعتاد المواطن على رؤيته قبل عيد الأضحى المبارك، فالبعض يعتبر اقتناء هذا النوع من الأواني جزءا مهما من استعداده للعيد. خديجة محمد، ليبيا الأحرار، طرابلس. تعتبر عادة تزيين الأضحية بالحناء من العادات القديمة المتوارثة ببلدية وادي عتبة أيام عيد الأضحى المبارك، ويجتمع أهالي وادي عتبة يوم 9 من ذي الحجة مع العائلة مصطحبين أضحياتهم لتزيينها ووضع الحناء على رأسها وعلى ظهرها وأحيانا حتى ذيلها. نتابع. نحن عندنا عادات تقاليد في البلاد هذه ماشية من قديم الزمان، اللي هي زي عادات تجميل الأضاحي وتحسينها وتنظيفها وأسماه وتزيينه ونزينه فيها. نحن العادات الناس القديمة إن إحنا زينوا فيها بالحنة، والحنوه اللي هي الحنوه من راسه ومن ظهره ويجملوه المنظر جميل جدا، تشحب بعد تجفل عليه الحنة وتمشي عنه يصبح منظره جميل. وهذا من عادات اكيد عادي واخذينها الناس الجدد الاولين، الناس الاولى من الصحابه والناس اللي من قدام، لانها شيء ما وارتنا وراثه ماشي وريته ما ماشي الاخر. وفي بعض الناس سيبتها العادات هذه، وفي ناس ما زال مستمر عليها وتعمل فيها وتزين بها في ضحاياها، وكل ما تكون حاجه جميله كل ما تفرح بها انت اكثر. وهذه قربة من القرائب، تقريب بها لله، تقرب بها لله تبارك وتعالى. وهذه العادات نحن من زمان من قديم الزمان ما يمنتوا جديد ما يخش علينا. وفي هذه عادات العادات اللي هي يوم، وهي التزيين هذا يوم ليلة 29/9 في ذي الحجة، ليلة 9 ذي الحجة الناس الشباب والنساوين يقوم بتزيين الضحية ويضبطنها ويحننها ويديرها يجملنها تجميل باش يذبحوها يوم 10 في ذي الحجة الصباح، صباح ذي الحجة صباح عشر يوم العاشر اللي هي يوم النحر، تقول يوم النحر، ويوم النحر حتى يوم النحر يوم يجي للأضحية أراهي مشي غير يشد الكبشتة وشده وحطه ورقة ورمية يضل يتعيط. نحن الناس الأول القديم الناس الأولين يوم العيد الصبح بعد يجي صلاة، بعد صلاة العيد يجيبوا الخروف يجيبوا الفم الحوش ويجيبوا المي يسجوه ويريحوه 10 دقائق ولا 15 دقيقة بعد يشرب، بعدين ياخذوه بالهدوء بالراحة يرفعوه بالهدوء والراحة اللي يرقدوه على جنبه ويذبحوه بموس حاد لا تمرميد لا تعب ولا شيء بالنسبة ليوم الذبح. وما هذه العادات اللي ماشية عندنا في العيد الأضحى المبارك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النشرة وإلى عناوينها. في جلسته حول ليبيا، مجلس الأمن يشدد على الانتخابات في موعدها ويطالب الأطراف بإيجاد أساس دستوري لها. العفو الدولية تتحدث عن انتهاكات في مراكز المهاجرين في ليبيا، ودبيبة يطالب بمعالجة الأزمة من دول المصدر. مع ارتفاع الإصابات بكورونا، المركز الوطني يقول إن عدد المطعمين يقترب من نصف مليون شخص.
لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت لبلحرادو تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.